السلطات الإيرانية منعت العراقيين من الصيد في المياه الإقليمية الإيرانية، بل وتجاوز الحد حتى داخل المياه الإقليمية العراقية، واعتدت عليهم وصادرت معداتهم وسجنت بعضهم. فنشاهد. هاي إيران يقولون الدولة المسلمة، ها؟ وإيران إسلام، وإيران إسلام. إيران أصلاً مو إسلام. يا هل يقول إيران إسلام، أنا أقول لك كذاب مو إسلام. طبعاً صحيح. قضونا قبل كم يوم ودونا للسجن الإيراني، ها؟ يعني جماعتنا يقولون يا بريد ماي نتوضى نريد نصلي، يقول له ماكو ماي تيمم، وهي الصوندة تشوف الحنفية الصوب، يعني ماي يجري. زين؟ أكل لا يطول للسجن. صحيح. زين؟ وثانيا يعني يعاملون الصياد معاملة يعني لا يرثى لها. اي صحيح. زين؟ هم يعني شوفهم دوري مالنا، شوف الإيراني يعبر صفحتنا ما يحاكي، ما يحاكونا، ما يحاكونا، ما يحاكونا. اي صح. احنا فاتحين الايران المجال، زين، فاتحين لهم مجال. هم ايران ما تلحق توصل البرهم، شيتوا عليك، هم شيتون عليك، ياخذون سجن. زين، هناك توصل للسجن وقال لك كل نفر تدفع 20 ورقه يا الله تطلع. اي صحيح. زين، هي العالم اذاعتها 20 ورقه، يعني البلم بي 6 نفرات، 6 نفرات على 20 ورقه، هاي شده وكسور طبعا. يعني إيه؟ هو بيقعد عده لو يقعد عده له سنه. صحيح. يعني وين تروح؟ احنا الصياد العراقيين مظلومين، والناشد الحكومه العراقيه، ان الحكومه العراقيه يعني لازم تساعد الصياد، لازم تصير بصفحه الصياد. زين، احنا ماكو. ليش ايران لازمتهم الكويت، لازمين ربحهم، احنا ليش ما حد يلزمنا؟ يعني بس حكومه هيك، حكومه بتكذب يعني.